الكميات دي يا دكتور تقدر بالايه؟ قال لك الكميات دي يا حبيب قلبي بتقدر بالميكروجرام. يبقى الهرمونات بتفرز بكميات محدده تقدر بالايه؟ تقدر بالمايكرو جرام. طيب واحده واحده يا دكتور، يعني ايه مايكرو؟ قال لك حبيب قلبي المايكرو دي عباره عن بادئه. عباره عن ايه؟ عباره عن بادئه. فقال لك مثلا مايكرو جرام، قال لك مثلا مايكرومتر، ايا كان مايكرو بعديها اي حاجه. تمام، تعال مثلا ناخد مثال المايكرو جرام. لو عايز مثلا يا دكتور احول من مايكرو جرام الى جرام اعمل ايه؟ قال لك اضرب في 10 اس سالب 6. طيب يا دكتور من مايكرومتر الى متر، قال لك برضه اضرب في 10 اس سالب 6. مايكرو بعديها اي حاجه عشان تحولها للحاجه دي اضرب في 10 اس سالب 6. تمام تمام. طيب بلاش مايكرو جرام، تعالى مثلا نقول نانو جرام. لو انا عايز مثلا احول من النانو جرام الى الجرام اعمل ايه؟ قال لك نانو بعديها اي حاجه اضرب في 10 اس سالب 9. نانو جرام لجرام 10 اس سالب 9، نانو متر لمتر 10 اس سالب 9. تمام، لان برضو النانو دي عباره عن بادئ. طيب قال لك مثلا عايز احول من ملي، مثلا ملي جرام الى جرام اعمل ايه؟ قال لك اضرب في 10 اس سالب 3. طيب من سنتي متر الى متر قال لك اضرب في 10 اس سالب 2. تمام، دي تحولات كده حبيب قلبي هتنفعك في الفيزياء، اوكي، اللي انتوا عندكم مشكله منها. ابصر واعرف الطلبه عندها مشكله من الفيزياء دي، يعني اعرف انتوا ليه عندكم مشكله من الفيزياء. انا من رايي ان الفيزياء دي من اسهل المواد الموجوده في ثانويه عامه. انا من فتره كده كنت بحضر في الفيزياء، يعني لسبب ما، تعالى ناخد مع بعض بريك، احنا بقالنا فتره بنشرح. كنت بحضر فيزياء يعني لسبب ما، فلقيت سؤال تقريبا في 2023 الطلبه كلهم بيقولوا السؤال ده صعب. صعب ليه يا اولاد؟ هو السؤال كان عامل ازاي؟ مش عارف ليه السؤال صعب يعني. بص السؤال كان عامل ازاي؟ كان جايب لهم رسمه بالشكل ده. بص يا حبيب قلبي رسمه بالشكل ده، اهو اهو اهو، تمام. وقال لك النقطه دي حبيب قلبي اسمها النقطه بي، والنقطه دي حبيب قلبي اسمها النقطه اي. اوكي طيب، قال لك السلك ده فيه مقاومه مثلا قيمتها 1، والسلك ده مثلا فيه مقاومه قيمتها 2، والسلك ده مثلا فيه مقاومه قيمتها 3. اوكي اوكي، هو عايز ايه؟ هو عايز الار داش. طيب احسب الار داش ازاي؟ قال لك والله عشان تحسب الار داش يا حبيب قلبي لازم تعرف اولا المقاومات دي متوصله مع بعض ازاي. هل متوصله مع بعض توازي ولا متصله مع بعض عن طريق التوالي؟ طيب تعالى نشوف مع بعض. بص يا دكتور، ولو يكن مثلا ده كده السلك الاولاني، التيار يا دكتور هيخش من النقطة A، هيتوزع على ثلاث مسارات أو على ثلاث أسلاك، هيتوزع على السلك الأول ده، وهيتوزع على السلك الثاني ده، وهيتوزع على السلك الثالث ده. يبقى يا دكتور أول ما التيار يخش من النقطة A هيحصل، قال لك هيتجزأ، جزء هيمشي من السلك ده، وجزء هيمشي من السلك ده، وجزء هيمشي من السلك ده. أوكي؟ اوكي طيب، تعالى مع السلك الاولاني دي كده يا دكتور نقطه بدايه السلك الاولاني، هيدنوا التيار ماشي 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 لغايه ما يوصل للنقطه بي. اذا يا دكتور السلك الاول ده نقطه بدايته ايه ونقطه نهايته بي. تمام، هو دي نقطه البدايه ودي نقطه النهايه بالنسبه للسلك الاولاني. تعالى مثلا للسلك الثاني اللي هو المقاومه فيه 2. اوكي، السلك الثاني دي نقطة بدايته، النقطة ايه هي؟ طيب التيار هيدنه ماشي 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 لحد ما يوصل للنقطة بي. إذا برضه يا دكتور السلك الثاني نقطة بدايته ايه؟ يعني التيار بدأ من عند ايه وانتهى عند بي. أوكي؟ تعال للسلك الثالث. السلك الثالث يا حبيب قلبي أدي نقطة البداية اللي هي الإيه؟ لأن هو التيار من هنا بدأ يتجزأ. التيار هيدنه ماشي 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 لحد ما يوصل لبي. إذا يا دكتور برضه السلك الثالث نقطة بدايته ايه ونقطة نهايته بي. طيب يا دكتور ثلاث اسلاك ليهم نفس نقطة البداية اللي هي ايه وليهم نفس نقطة النهاية اللي هي بي. اذا يا دكتور الثلاث اسلاك دول متوصلين مع بعض على التوازي. ما هو اسلاك ليها نفس نقطة البداية ونفس نقطة النهاية، اذا الاسلاك دي متصلة مع بعض على ايه؟ اذا الاسلاك دي يا دكتور متصلة مع بعض على التوازي. طيب هو عايز ايه يا حبيبي؟ هو عايز الار داش. تعالى يا عم اخبط له قانون الار داش. ثلاث اسلاك توازي، هتقول لي ايه؟ هتقول لي 1 على ار1 زائد 1 على ار2 زائد 1 على ار3 الكل اس ايه؟ الكل اس سالب 1.
عوض يا باشا بالارقام بتاعتك وهتطلع لك الار داش. عوض بواحد على واحد زائد واحد على اتنين زائد واحد على تلاتة، الكل اس سالب واحد، وهيطلع لك الار داش على الآلة الحاسبة بكل سهولة. بس للأمانة العلمية هي الرسمة مش كانت كده، يعني السلك كان شكله غريب كده، شكله بص السلك كان عامل كده بس، فاهم كده؟ طيب السلك عامل كده، السلك عامل كده، السلك عامل كده، هو في الاخر سلك بيتني وبيتفرد وبيروح وبيجي. فلو عامل لك مثلا سلك بالشكل ده، افرد السلك اهو، نفرد السلك مع بعض، هنفرد السلك حباب قلبي، فلما نفرد السلك يكون بالشكل ده عادي، يعني مفيش ادنى مشكله. تمام، الفيزياء بس يا شباب كل اللي هي محتاجاها طالب بيفهم فيزياء كويس عن طريق ان في مدرس كويس فهمه الفيزياء. يعني هو فهمه احنا بنتكلم عن ايه، فهمه ان احنا ان دي عادي جدا دائره كهربيه بيتوزع فيها التيار، ودي اسلاك عادي جدا زي الاسلاك بتاعه بيتنا، وموضوع عادي وموضوع سهل. بس انت افهم، يعني انت افهم احنا بنتكلم عن ايه عشان تقدر تحل المسائل بتاعه الفيزياء. ما انت لو فهمت بسرعه تعرف تحل. ما هو انت لو فهمت فعلا فبالنسبه لك انت محتاج بس جزء ابداعي بسيط عشان تعرف تحل، بس بجد بس. يعني والله يا ابني الفيزياء دي مفتقداني، يعني انا لو خدت مثلا الحاجات اللي انا بعملها في الاحياء دي، ورش بقى ومراجعات بقى وكويزات وامتحانات والنظام الجبار اللي احنا عاملينه ده، وحطيناه في الفيزياء، بجد احنا ان شاء الله ربنا ما نخليش طالب في الزقازيق كلها عنده مشكله في الفيزياء. طيب هو لو حب يا شباب بالمره، يعني مش عايزين نطول في الحوار ده، بس هو لو حب مثلا يلعب لك مثلا في المساله دي، يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا عايز التيار بتاع السلك الثاني. لو حب يلعب في المساله دي تمام، هو عايز التيار دلوقتي بتاع السلك الثاني، هو ده عايز الاي 2. طيب هو ادام عايز الاي 2 يبقى هو اكيد اكيد هيديك مثلا الاي 1 مثلا، يعني انا بقول لك يعني هو حابب تعالى نكريت مساله من عندنا، هيديك الاي 1 مثلا، يقول لك الاي 1 دي ب 2. طب يا دكتور انا كده في السلك رقم 1 معايا الار ومعايا الاي، الار بواحد والاي ب 2، اقدر اجيب الفي؟ ما هو الفي يا دكتور بتساوي الار في الاي، انا معايا الار بكام؟ بواحد، والاي بكام؟ ب 2. اذا الفي حبيب قلبي هتساوي كام؟ الفي في السلك رقم 2 ده او السلك رقم 1 ده هيساوي كام؟ هيساوي 2. طب انا عرفت يا دكتور معلومه، ان الاسلاك المتوصله مع بعض عن طريق التوازي بيتساوي فيها فرق الجهد. اذا فرق الجهد بتاع السلك الاولاني بيساوي فرق الجهد بتاع السلك الثاني بيساوي فرق الجهد بتاع السلك الثالث. فلو فرق الجهد بتاع السلك الاولاني طلع 2، اذا فرق الجهد بتاع السلك الثاني هيطلع 2، اذا فرق الجهد بتاع السلك الثالث هيطلع 2. اطلي التيار، تعال نجيب التيار. انت قلت لي يا دكتور انا عايز الاي 2 صح؟ طيب تعالى، ما انا قايل لك ان الفي بتساوي الاي في الار، انا معايا الفي 2، الفي 2 اللي هي بتساوي الفي 1 بتساوي 2. طيب والاي انا عايزه مطلوب، والار يا حبيبي بكام؟ والار ب 2، اذا الاي حبيب قلبي هيطلع بواحد. خلصت المساله. ده يعني لو حب يلعب في الفيزياء. فيزياء ايه يا ابني؟ فيزياء ايه يا حبيبي؟ والله انا ولا ابني ولا محضر ولا اي حاجه. فيزياء ايه يا حبيب قلبي اللي انت بتتكلم عليها دي؟ الفيزياء والله والله اسهل من الاحياء، بس محتاجه تركيز. تمام؟ تمام. اخر حاجه عايز اقولها لك، بما اننا يعني اتكلمنا عن حوار الفيزياء ده، انت عارف ليه يا شباب سموا كرشوف؟ عارفين ليه سموا كرشوف بكرشوف؟ اه في 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 فكره في الاسم. بص حبيب قلبي، كير كير يعني اعتني، اوكي؟ اوكي. وشوف يعني شوف، انظر يعني نظر، فشوف يعني نظر، انظر يعني نظر، فكرشوف على بعضها يعني اعتني بنظرك والبس نظاره. ماشي، حقك عليا. تعالى بس نكمل، احنا بنقول ايه في الاحياء؟ بلا فيزياء بلا بتاع. ركز معايا، الله يكرمك، ركز معايا.